حرصت لجنة الشؤون الصحية والبيئية للمجلس الوطني الاتحادي خلال زيارتها لمستشفى صقر بإمارة رأس الخيمة على إعداد خطة لمناقشة هذا الموضوع تتضمن عقد حلقة نقاشية وتنظيم زيارات ميدانية في إطار الحرص على تفعيل المبادرات التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية البرلمانية للمجلس للأعوام 2016-2021 والتي من ضمنها تفعيل الشراكة المجتمعية والزيارات الميدانية التي تعد من أهم الركائز الأساسية في عمل المجلس. اليوم ضمن الخطة العمل لجنة الشؤون الصحية والبيئة اليوم نستكمل الزيارات الميدانية بمستشفى صقر في رأس الخيمة. طبعا اللجنة هدفها الوقوف على أبرز التحديات اللي تواجه هذا القطاع ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى. طبعا ما شاهدناه اليوم صراحة نرجع ونقول أن خدمات جيدة، خدمات توسيعية، يعني صيانة، خدمات للمرضى، بصراحة يعني هناك جهود كبيرة مقدمة حقيقة وتعاون كبير في هذا القطاع. كما وتناقش اللجنة موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع ضمن عدة محاور، وهي تطوير نوعية خدمات الرعاية الصحية وتنمية الكوادر الطبية والإدارية المواطنة والامتيازات المقدمة لهم وتنظيم النشاط الصحي التجاري في الدولة وتنظيم آلية إيفاد المرضى للعلاج في الخارج، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة وتنظيم وإدارة أنظمة التأمين الصحي الاتحادي والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن. تقوم اللجنة الصحية في المجلس الوطني الاتحادي بالنزول إلى ميدان وزارة الصحة في مستشفيات الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة. اليوم زرنا مستشفى صقر في رأس الخيمة والحمد لله رب العالمين كان في تجاوب كبير من وزارة الصحة وطلعنا على الخدمات المقدمة من وزارة الصحة وقابلنا كثير من المرضى والحمد لله رب العالمين، خدمات جيدة، خدمات ممتازة. كما اطلع أعضاء اللجنة خلال هذه الزيارة على عرض تقديمي تضمن أهم الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، وأكد الأعضاء على أن التواصل مع المجتمع وإشراكه في صنع القرار يعد من أولويات عمل المجلس الوطني الاتحادي منذ انطلاقه إسهاما منه لتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، وذلك من خلال الزيارات الميدانية والحلقات النقاشية التي قامت بها لجانه المختلفة. أيمن مصبح، قناة الظفرة.